بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة وبعد. أولادي وبناتي طلبة الصف السادس الأساسي في روضة ومدارس قرطاج الدولية، معكم معلمتكم آية أبو جودة. كيف حالكم يا أعزائي؟ أرجو أن تكونوا ملتزمين ببيوتكم حتى نخرج من هذه الأزمة بأقل الخسائر ونعود للقاء بكم بصرح مدرستنا الحبيبة. سنبدأ اليوم بوحدة جديدة عنوانها الشباب قادة المستقبل، وبدرس جديد عنوانه مقتطفات من رسالة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين للشباب. بداية، من هم الشباب الذي وجه جلالته الرسالة لهم؟ الشباب. الشباب هم عماد التقدم ومستقبل الدول والسبيل إلى نهضة المجتمعات والعنصر الأهم فيها. كيف لا؟ وقد أخذ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يحيي الرسالة وهو شاب، وقاد زيد بن حارث رضي الله عنه أعظم الجيوش وهو على أعتاب هذه المرحلة. وهل صاحب سيدنا عيسى عليه السلام في رحلته إلا الشباب؟ فللشباب دور عظيم يتحقق عند إدراكهم لما خلقهم الله من أجله، فيسعون لاكتساب العلم النافع الذي يرقى بالوطن ويحقق الفائدة للمجتمع، وينتشرون في هذه الأرض لإعمارها ونشر الخير فيها من قول وفعل. ولنتعرف أكثر عن دور الشباب، سأقوم بقراءة الدرس. أرجو منك عزيزي الطالب أن تقوم بفتح كتابك صفحة 36 والاستماع إلى القراءة. مقتطفات من رسالة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين للشباب. أنتم يا شبابنا الأردني تواجهون مسؤوليات وتحديات من نوع خاص، فأنتم ابتداء القطاع الأوسع في المجتمع، وأنتم ثانيا من سيجني عوائد العملية التنموية التي يمر بها الأردن اليوم، والتي نؤمل ونعمل لتكون مخرجاتها إيجابية بعون الله تعالى. ولأن حملكم أيها الشباب كبير ومسؤولياتكم عظيمة بقدر ما هي إرادتكم وطموحاتكم، فأنتم مطالبون بأن تكونوا على قدر هذه المسؤولية وجديرين بهذا الحمل، فمستقبل الأردن أمانة نودعكم إياها، لأن شباب الأردن هم غدو الوطن وآفاقه الرحبة. لذا لن نتخلى عن دورنا التنويري لدعم الشباب والحرص على تزويدكم بأدوات المعرفة ومهارات التميز كافة، حتى تنالوا طموحاتكم وتتحقق طموحات الوطن العزيز. أنتم أيها الشباب مسؤولون عن دوركم بوصفكم قوة مجتمعية حاضرة وفاعلة تترك بصمتها في حركة المجتمع وتوجهاته، فلا نريد للشباب أن يكون مسلوب الرأي لا سمح الله، أو عديم الاكتراث بالتطورات المختلفة من حوله، أو عديم الوعي بخطورة التحديات الإقليمية التي تحيط بنا، كما لا نريد للشباب أن يكون محصور الأفق الاقتصادي أو متمنعا عن المبادرة والبذل والعطاء والعمل. فلتجعلوا جامعاتنا منارات علم وحاضنات وعي واحترام للتنوع وقبول الآخر ورفض الانغلاق، ولتجعلوا إعلامنا عين الأردنيين على الحقيقة وسلطة السؤال لمصلحة الوطن أولا ودائما، ولتجعلوا مؤسساتنا العامة والخاصة كلها قصص نجاح وتميز، ولتجعلوا قواتنا المسلحة الباسلة درع الوطن وسياجه المنيع. يا شباب الأردن الغالي، اعلموا أن مستقبل الوطن بين أيديكم وأنكم من أبرز صناعه،
وأنتم خير من يحمل هذه المسؤولية. امضوا في مسيرة البناء والتحديث والازدهار، فالأردن كل الأردن من خلفكم يعضدكم في كل خطوة من خطواتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن عزيزي الطالب، فلنبدأ بتحليل المفردات الصعبة واستخلاص الفكرة الرئيسة لكل فقرة. الآن سنعين الفقرات. أرجو منك بقلمك الرصاص أن تعين الفقرة الأولى مثل ما هو واضح عندك. أيضا أرجو منك عزيزي الطالب أن يكون دفترك معك، تفتح على صفحة جديدة، تكتب يوم، تاريخ، عنوان، ونبدأ مثل ما إحنا متعودين يا سادس. نكتب الفقرة الأولى تحتها كلمة المعاني، ونكتب المعاني. المعاني إن شاء الله رايحين تكتبوها يا مس، اللي هي اللي أنا هلأ كتبت لكم إياها على السلايد في الفيديو. بداية سأعيد قراءة الفقرة الأولى، تابعوا معي. مقتطفات من رسالة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين للشباب. أنتم يا شبابنا الأردني تواجهون مسؤوليات وتحديات من نوع خاص، فأنتم ابتداء القطاع الأوسع في المجتمع، وأنتم ثانيا من سيجني عوائد العملية التنموية التي يمر بها الأردن اليوم، والتي نؤمل ونعمل لتكون مخرجاتها إيجابية بعون الله تعالى. الآن عزيزي الطالب، بدنا نبدأ بتحليل المفردات. أول معنى تحديات. تحديات معناتها صعوبات. قطاع. قطاع يامس معناتها المجال. سيجني. سيجني يقطف. عوائد مردودات، نؤمل نأمل مخرجاتها معطياتها أو نتائجها. الآن يا مس أنا هعطيك معنى مصطلح، بس هو أنت مش مطالب بحفظه، حتى أنك مش مطالب بكتابته على الدفتر. العملية التنموية هي مجموعة من الوسائل والجهود المختلفة التي من خلالها يتم الاستخدام الأمثل للثروة بشقيها المادي والمعنوي، فتؤدي إلى إحداث تغيير إيجابي. بداية يا سادس يا مس، هون جلالة الملك عبد الله الثاني وجه الرسالة للشباب. هاي الرسالة يا مس إلها مضمون معنوي وفكري إلنا، بمعنى إنه إحنا يا مس مطالبين في هاي الرسالة إنه إحنا نقوم على إعمار هذا الوطن، نقوم على نكون يا مس أسف نكون إحنا يا مس على قدر الأهمية وعلى قدر المسؤولية إنه إحنا نعمر في هذا المجتمع، ونكون عنا الوعي بالأمور اللي بتصير حوالينا، سواء أمور سياسية اقتصادية اجتماعية وغيرها يا مس من الأمور، وخاصة إنه إحنا يكون هدفنا في الحياة إنه إحنا نعمر هذا المجتمع. وإحنا كطلاب صف سادس، كيف أنا ممكن أخليك أنت كطالب صف سادس إنك تعمر المجتمع؟ طبعا كمستوى لعمركم يا مس أنتوا حتعمروا بالعلم، العلم اللي إن شاء الله رايحين نستفيدوا منه ونطلع منه بمعلومات وأهداف بتفيدنا لحياتنا المستقبلية. الآن هون جلالة الملك حكالنا في عنا تحديات، فما هي التحديات التي يواجهها الشباب؟
من الفقرة الأولى رايحين نوجد الجواب. التحديات، أول إشي إنه هو القطاع الأوسع في المجتمع. كيف يعني القطاع الأوسع؟ يعني يا مس إحنا شباب أكتر نسبة عمرية موجودة، يعني إحنا يا مس نعرف إنه في عنا أطفال شباب وكبار السن. عنا مرحلة الشباب بتكون من سن 18 إلى 65 عام، يعني إحنا يا مس من عمر 18 إلى 65 عام هاي هي مرحلة الشباب، فهم أكثر فئة كعدد، أكثر فئة. الآن بما إنهم أكثر فئة، إذا الرسالة وجهت إلهم حتى يقوموا على إعمار الوطن والمجتمع لأنهم هم أكثر فئة. تاني تحدي يا مس، شو ما كان فيه مدخلات رح يطلع مخرجات. فمثلا كانت المدخلات إيجابية، المخرجات تلقائيا شو بدها تكون؟ إيجابية. كانت المدخلات سلبية، المخرجات تلقائيا حتكون سلبية. فهنا جلالة الملك عبد الله الثاني بيأمل ويتأمل إنه يكون المدخلات اللي كانوا يدخلونا إياها هي إيش يا مس؟ إيجابية، حتى تكون المخرجات إيجابية بعون الله تعالى. الآن الفكرة، الفقرة الأولى، الشباب يتحملون مسؤوليات وتحديات من نوع خاص. أرجو أن تقوم بتدوين هذا على دفترك. الآن يا مس من الفقرة الأولى بدنا نستخرج كلمة، بدي أعطيك كلمة وأنت تعطيني الضد تبعها. عندنا بالسطر الأول من الفقرة الأولى كلمة خاص. ما ضد كلمة خاص يا سادس؟ نعم، ضد كلمة خاص عام، ضد كلمة خاص عام. أيضا عندنا كلمة مخرجاتها، مخرجاتها يا سادس ما ضد كلمة مخرجاتها؟ أحسنت يا عزيزي، ضد كلمة مخرجاتها مدخلاتها. طيب ما ضد كلمة إيجابية؟ ممتاز يا سادس، أحسنت. ضد كلمة إيجابية سلبية. الآن رح نستخرج بعض المفرد، بعض الكلمات. سادس يا مس بقلمك الرصاص على كتابك مثل ما احنا متعودين الاستخراج على الكتاب. الآن احنا رح نستخرج نقطة واحدة من كل فقرة، فهو ممكن يكون في اكتر من إجابة، بس احنا رايحين نذكر واحدة فقط، انت تبع وان شاء الله رح توجدها. الآن انا بدي منكم نستخرج اسلوب نداء، نستخرج جمع مؤنث سالم واسم موصول وجار ومجرور ومضاف اليه ونعت مجرور وضمير منفصل للمخاطب المذكر. بتمنى منكم ما تطلعوا على الإجابة من السلايد الموجود عنا في الفيديو. أتمنى منكم إنكم تركزوا وتحاولوا تستخرجوا اللي أنا طلبته منكم. بداية خلينا نحكي شو في عنا أسلوب نداء. أسلوب نداء يا سادس مين يحكي لي؟ ممتاز يا مس، اسلوب نداء عنا يا شبابنا، عنا جمع مؤنث سالم، في عنا مسؤوليات، في عنا تحديات، اسم موصول، اسم موصول في عنا التي، وجار ومجرور في عنا في المجتمع، مضاف إليه في عنا كلمة العملية، ونعت مجرور في عنا كلمة التنموية،
ضمير منفصل للمخاطب المذكر، في عنا كلمة أنتم. طبعا يا سادس على دفتركم إذا أنتوا ناسين كيف نستخرج المضاف إليه، طبعا أنا هون حاولت أعطيكم هيك يعني نبذة عن المضاف إليه عن النعت في السلايدات اللي بعدها، بس بتمنى منك يا مس إنه إحنا في على الدفتر أنا ملخصت لكم القاعدة، أتمنى إنكم تراجعوها حتى تتذكروا شو عندهم الضمائر، الأسماء الموصولة، كيف نستخرج المضاف إليه، النعت وغيره من القواعد. الآن عين عندك على كتابك الفقرة الثانية. الفقرة الثانية يا سادس أنا حقرأ لكم إياها. ولأن حيم لكم أيها الشباب، من هون لحد وآفاقه الرحبة، ماشي حبدأ بالقراءة. ولأن حيم لكم أيها الشباب كبير ومسؤولياتكم عظيمة بقدر ما هي إرادتكم وطموحاتكم، فأنتم مطالبون بأن تكونوا على قدر هذه المسؤولية وجديرين بهذا الحمل، فمستقبل الأردن أمانة نودعكم إياها، لأن شباب الأردن هم غد الوطن وآفاقه الرحبة. الآن من هاي الفقرة رح نستخرج المفردات، معاني المفردات الصعبة. الآن مسؤولياتكم معناتها ما يسند إليكم من مهام، مسؤولياتكم ما يسند إليكم من مهام. طموحاتكم اللي هي الأهداف أو ما تطمحون إليه، يعني أهدافنا أو إنه اللي نسعى إله، هيك معنى طموحاتكم. قدر، معنى كلمة قدر يا مس اللي هون معناتها مستوى، قدر معناتها مستوى. طبعا نركز انه هون الكلمة قدر مش قدر، احنا اخذنا عدة كلمات في الدروس السابقة يا سادس، مجرد ما نغير الحركة بتغير المعنى، فانا هون عندي قدر، قدر حكيت لك معناتها مستوى، طب لو انها قدر شو تكون معناتها يا سادس يا حلوين؟ يلا يلا نفكر، فكر معي يا مس شو تكون؟ ممتاز أحسنت، أبدعت يا عزيز. الإناء للطهي، إناء للطهي اللي بنطبخ فيه يا مس، ممتازين يا سادس. الآن نكمل المعاني. جديرين ما أنتم أهله، جديرين ما أنتم أهله. نودعكم، نضع وديعة وأمانة عندكم. نودعكم يا مس يعني زي كأني أنا باجي بحكي لك هذا الإشي أمانة عندك، خليه، بدك تدير بالك عليه وبدك تحرص إنه ما يصير عليه إشي، وبدك تحرص إنه يكون يا مس عندك يا معنى كلمة أمانة يا مس، أنا حاطة الإشي عندك وواثقة فيك، فأنا ما بحطه عند أي حدا. أنا لو معاي شوية مصاري لمين بحط؟ بعطيها لإنسان مستهتر ولا لإنسان قدر المسؤولية؟ فإحنا لما بيجي جلالة الملك بيحكي لنا ودعكم مستقبل الأردن، أي إنه إحنا يا مس مستقبل هذا الوطن موجود أمانة في أعناقنا، فإحنا بدنا نكون على قدر هاي الأمانة وقدر هاي المسؤولية، ونتحمل جميع الأمور اللي بتصير في هذا المجتمع، ومن ضمنها الأمور اللي عم بتصير حاليا بوضعنا الحالي. أيضا عندنا كلمة آفاقه الرحبة. آفاقه الرحبة، الرحبة معناته مجالات الواسعة، يعني يامس للآن هنا جلالة الملك لما إجا وحكالنا إنه إحنا دورنا كبير ومسؤولياتنا عظيمة، هلأ إنه جاء عباله إن مثلا يحط علينا مسؤوليات، ولا لأنه إحنا هو واثق فينا، واثق فينا، واثق في انه احنا اللي بدنا نقوم فيه، واثق في انه احنا على قدر هاي الامانة، قدر امانة انه احنا يكون عنا مستقبل الاردن امانة عنا، مستقبل الاردن يا مس بده يكون امانة عنا،
وانه احنا شو بده يصير في بكرة وفي بعد وفي بعد الاف السنين، هذا كله يامس بده يكون منا احنا حسب شو ما نحط شو ما رايحين نلاقي. الان الفكرة لهذه الفقرة، الشباب اهل حمل تلك المسؤوليات، الشباب اهل حمل تلك المسؤوليات. طبعا مجرد ما انهينا من الفقرة الاولى يا سادس من سطر ونحط الفقرة الثانية والمعاني ونبدأ بالكتابة. فلا تنسى يا مس على نفس النمط نفس الاسلوب اللي احنا كنا ماشيين عليه. طيب الان يا مس بهاي الفقرة بدنا نعرب في عنا مستقبل الاردني امانة. يلا يا حلوين، يلا يا ابطال، بدنا نحاول نعرب. فكر في الجملة، واتمنى منك يا مس ما تقرأ اللي انا كاتبته، بتمنى من حالك تفكر حتى نعرف مستقبل الأردن أمانة. الآن مستقبل مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، الأردن مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، أمانة خبر المبتدأ مرفوع علامة رفعه تنوين الضم الظاهر على آخره. الآن يا سادس بدي اياكم تركزوا لي على السطر الثاني، في عنا هذه المسؤولية في السطر الثاني في نهايته، في عنا هذه المسؤولية وعنا هذا الحمل، هذا الحمل. الآن سادس ماما، هذا اسم إشارة وهذا اسم إشارة. إذا جاء عنا اسم إشارة وراء اسم معرف بقل التعريف، بشو معرف؟ بقل التعريف. عنا اسم إشارة وراء اسم معرف بقل التعريف، هذا الاسم المعرف بقل التعريف يعرب بدل. شو يعرب يا مس؟ بدل. هيك إحنا بنحكي له بدل، ماشي؟ إذا جاء عنا اسم إشارة وراء اسم معرف بقل التعريف، هذا الاسم يعرب بدل. طبعا كتبت لك إياها ملاحظة، دونها عندك يا سادس، دونها يا ماما. الآن إحنا هيك بنكون أنهينا الفقرة الثانية، حندخل على الفقرة الثالثة إن شاء الله. الفقرة الثالثة هي سطرين اللي تحت من عند لذا لن نتخلى لحد طموحات الوطن العزيز. أبدأ بالقراءة. لذا لن نتخلى عن دورنا التنويري لدعم الشباب والحرص على تزويدكم بأدوات المعرفة ومهارات التميز كافة حتى تنالوا طموحاتكم وتتحقق طموحات الوطن العزيز. الآن يا مس بدنا نحلل بعض المفردات. في عنا كلمة التنويري. تنويري يا سادس معناتها الهداية إلى الحقيقة، الهداية للحقيقة. طموحات ذكرناها قبل قليل، طموحات معناتها الأهداف، طموحات معناتها الأهداف. الآن يا مس هون جلالة الملك، لأنه هو وضح لنا قبل شو سبب أنه مستقبل الأردن أمانة في أعناق الشباب، الآن هو جلالة الملك شو بيحكي لنا؟ أنه سيقوم على طول الطريق أنهم يهدوا هدول الشباب إلى الحقيقة، يفرجوهم الحقيقة سواء كانت
سلبية أو إيجابية، المهم إحنا نكون عنا الصورة الحقيقية، ما تكون عنا الإشاعات وغيرها. الآن يا مس، مش بس هيك عم بيحكي إنه هون في عنا إنه هم بدو ينورونا إلا الحقيقة. أيضا يا مس إنه هم عم بيحاولوا يوفروا جميع الأدوات اللي بدها تسهل علينا المعرفة، بدها تسهل علينا إنه يكون في عنا مهارات. ونشوف يا مس في عنا مسابقات، في عنا مش بس مسابقات في العلم، عم بتشوفوا يا مس في عنا نوادي، في عنا أمور بتساعد الشباب على إنهم يقوموا بأهدافهم، يقوموا في عملية إعمار الوطن. إعمار الوطن، في عنا مؤسسات يا مس، في عنا حدائق، في عنا أمور ترفيهية، هاي كلها يا مس جلالة الملك عبد الله الثاني عم بيحاول جاهدا هو والحكومة على إنهم يوصلونا إلى طريق الأمان وطريق الهداية إلى الحقيقة. الآن الفكرة من الفقرة الثالثة، العمل على توفير ما يلزم ليقوم الشباب بدورهم. العمل على توفير ما يلزم ليقوم الشباب بدورهم. الآن بدنا نعرب لن نتخلى. لن نتخلى، بتمنى منك عزيزي الطالب تحاول تركز في إعراب هذه الجملة. لن نتخلى، لن أداة نصب، نتخلى فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر. إحنا بنعرف يا مس إنه الواو والياء ما بنقدر نحط عليهم حركة لأنه منع من ظهورها الثقل، أما الألف ما بنضع عليها الحركة لأنه منع من ظهورها شو مثل ما حكينا التعذر. والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن، لأنه إحنا اللي بنحكي لن نتخلى. الآن الفقرة الرابعة من عند أنتم أيها الشباب إلى والبذل والعطاء والعمل. أرجو منك بقلمك الرصاص تحدد يا سادس. الآن الفقرة الرابعة، أنتم أيها الشباب مسؤولون عن دوركم بوصفكم قوة مجتمعية حاضرة وفاعلة تترك بصمتها في حركة المجتمع وتوجهاته، فلا نريد للشباب أن يكون مسلوب الرأي لا سمح الله، أو عديم الاكتراث بالتطورات المختلفة من حوله، أو عديم الوعي بخطورة التحديات الإقليمية التي تحيط بنا، كما لا نريد للشباب أن يكون محصور الأفق الاقتصادي أو متمنعا عن المبادرة والبذل والعطاء والعمل. الآن في عنا مجموعة من المعاني اللي أنت لازم تعرفها وتدونها على دفترك. معاني، أولا قوة مجتمعية اللي هي قوة المجتمع، توجهاته تطلعاته، مسلوب الرأي لا رأي له، عديم الاكتراث غير مهتم، عديم الوعي غير واع، محصور الأفق تفكيره محدود. مبادرة، المبادئة والبذل معناتها العطاء أو السعي. الآن يا سادس في عنا سؤال نقوم بطرحه. سؤال لهاي الفقرة، كيف يمكن للشباب أن يترك بصمة في حركة المجتمع وتوجهاته؟ من خلال هاي الفقرة بدنا نشوف إنه كيف إنه الشباب
إنه يترك بصمته في حركة المجتمع وتوجهاته؟ الجواب حيكون كالآتي يا مثل: بأن لا يكون مسلوب الرأي أو عديم الاكتراث بالتطورات المختلفة من حوله، أو عديم الوعي بخطورة التحديات الإقليمية التي تحيط بنا، أو محصور الأفق الاقتصادي، أو متمنعا عن المبادرة والبذل والعطاء والعمل. هون يا سادس أنا ممكن أربط هاي الفقرة بالأحداث اللي عم بتصير حوالينا، لأن يا مس إحنا عارفين إنه إحنا في أزمة، وهاي الأزمة تتطلب منا إحنا كافة أفراد المجتمع صغار وكبار إنه إنهم يلتزموا بقوانين، لأن يا مس اللي عم بيصير حوالينا إذا إحنا ما كنا مدركين لعواقب الأمور اللي حتصير في حالة إحنا خالفنا القوانين، هون إحنا بيكون مصيبة. عشان هيك جلالة الملك عبد الله الثاني لما حكى إنه إحنا لازم نكون إنه عنا وعي بالتطورات اللي بتصير حوالينا، وإنه إحنا عارفين شو هي التحديات اللي عم بتصير عنا، وإنه ما بده يكون أفقنا محصور محدود، يعني محصور إنه أنا ما بده يكون أفقي محدود إنه والله مثلاً عملوا لنا حظر إني أنا أضلني في البيت أنا بزهق. أنا ما بدي إنه يكون والله الموضوع بس يا مس إنه هيك محصور محدود، تفكيري محدود. إحنا يا مس نسعى لسلامة وطن، سلامة وطن حيكون سلامة الوطن بالتزامك، سلامة الوطن بعلمك، بعلمك اقرأ تابع احضر يا مس، تابع دروسك، لا تنسى، مش معناته انك انت جالس في البيت هلا خلص ما في دروس، تابع ادرس، اتابع حالك، تابعوا الاخبار، شوف شو عم بيصير في الدنيا، حتى احنا يا مس ما يكون افاقنا محدودة، امور حياتنا تكون هيك بامور معينة، العاب، اكل وغيره من الامور. احنا يا مس بدنا اياكم تكونوا على قدر هاي المسؤولية، وانا بتمنى منكم جميعا يا سادس جميعا انه انتوا تكونوا على قدر انك انت تتحمل هاي المسؤولية اللي احنا حطناها حتى تحمي حالك وتحمينا وتحمي اهلك وتحمي امك وتحمي ابوك. يا رب يا مس انه نخرج من هاي الازمة واشوفكم في اعلى المناصب يا الله. الآن خلينا نحكي عن الفكرة لهاي الفقرة: الشباب قوة مجتمعية فاعلة لا خاملة. الشباب قوة مجتمعية فاعلة لا خاملة. خاملة يعنيتها إنه هادية ما إلها دور، لا إحنا إلنا دور، ودور كتير كبير، ودور كتير قوي في هذا المجتمع. أصلاً إحنا اللي إلنا دور، احنا اللي فينا الطاقة، احنا اللي فينا العطاء، احنا اللي بده يكون في عنا مبادرة العمل للخير، مبادرة للمساعدة، شفنا انسان بحاجة للمساعدة بنساعده، احنا بده يكون في عنا هاي الطاقة، مش اي حدا تاني، احنا الشباب، وهي هاي الرسالة موجهة إلنا احنا. الان في عنا يا مس لو تنتبه بالسطر الثالث من الفقرة الرابعة في عنا: لا سمح الله. لا سمح الله، لا سمح الله يا سادس، هاي جملة معترضة. شو هاي جملة معترضة؟ الآن الجملة المعترضة هي التي تعترض بين شيئين متلازمين لتقوية الكلام وتسديده وتحسينه وتقرير معنى يتعلق به. مثال ذلك: عمر طال عمره جالس. الآن مس الجملة المعترضة اللي هي احنا بنحكيها مثلا جملة تفسيرية او جملة معترضة، ان هاي مس انا بامكاني استغناء عنها، يعني انا لما لو لغيتها من النص ما بتأثر. فمثلا انا بدي اجي الغيها من عند: فلا نريد للشباب ان يكون مسلوب الرأي او عديم الاكتراث. تتأثر المعنى؟ ما بتأثر، هي هاي بس بتيجي تقر المعنى اللي قبله، او انها كيف احكي لك تقوية الكلام،
يعني أنا ما بدي إياك هيك تكون لا سمح الله. أو مثلا تيجي تحكي مثلا المثال اللي عندنا، عمر طال عمره جالس، لو أنا لغيت إنه طال عمره شو بتصير؟ عمر جالس، تغير المعنى؟ ما تغير. إذن هاي الجملة المعترضة أنا بإمكاني الاستغناء عنها. الآن في عنا بدي إياكم تعربوا لي في حركة المجتمع، في حركة المجتمع السطر الثاني. يلا يا مس، يلا نفكر فيها. الآن في حرف جر، حركة اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وهو مضاف. المجتمع مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. الآن يا مس، أنا حتى اللي بيكون ناسي أو مش مراجع القواعد اللي كنا نكتبها، الآن ركز في كلمة حركة وركز في كلمة المجتمع. حركة هون يا مس ما فيها قل التعريف، إذن هون في عنا إياها نكرة، اسم نكرة. مجتمع موجود في عنا قل التعريف هون، إذن هاي اسم معرفة. إذا جاء عنا اسم نكرة بعده إجا عنا اسم معرفة، يعرب هذا الاسم المعرفة مضاف إليه. يعني اسم النكرة بده يكون له إعرابه وهو مضاف، والمجتمع يعني الاسم المعرفة بده يكون مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. إذا لازم يكون في عنا اسم نكرة وراءه بده يجي اسم معرفة حتى أنا أعرف إنه هذا مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. هيك إن شاء الله بنكون أنهينا الفقرة الرابعة. ننتقل إلى الفقرة الخامسة، وهي من عند فلتجعلوا جامعاتنا لحد نهاية الدرس يا سادس عند. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن بدي أقرأ لكم الفقرة الخامسة. فلتجعلوا جامعاتنا منارات علم وحاضنات وعي واحترام للتنوع وقبول الآخر ورفض الانغلاق، ولتجعلوا إعلامنا عين الأردنيين على الحقيقة وسلطة السؤال لمصلحة الوطن أولا ودائما، ولتجعلوا مؤسساتنا العامة والخاصة كلها قصص نجاح وتميز، ولتجعلوا قواتنا المسلحة الباسلة درع الوطن وسياجه المنيع. يا شباب الأردن الغالي، اعلموا أن المستقبل الوطني بين أيديكم، وأنكم من أبرز صناعه، وأنتم خير من يحمل هذه المسؤولية. امضوا في مسيرة البناء والتحديث والازدهار، فالأردن كل الأردن من خلفكم يعضدكم من في كل خطوة من خطواتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن يا سادس، هاي هي الفقرة الخامسة. بدنا نأخذ المعاني المعاني للمفردات. أول معنى حاضنات وعي. حاضنات وعي هون أوعية وعي. الانغلاق معناتها الانطواء على الذات. باسلة شجاعة. سياج المنيع المحيط الذي يمنع اختراقه. منارات جمع منارة، وهو البناء المرتفع الذي في نهايته ضوء. أبرز أظهر. ازدهار تقدم. يعضدكم يساندكم ويقويكم. الآن يا مس، هون في عنا سؤال، ما الأماكن هون هي مش ما الأماكن، هي ما الآمال التي ينتظرها جلالة الملك من الشباب في الجامعات والإعلام. أسفة يا مس، بس هون زبطوها، مش ما الأماكن، ما الآمال. الآن الآمال اللي بنتظرها جلالة الملك من الشباب في الجامعات والإعلام، أول إشينا نمسك الجامعات.
في الجامعات يا مس في عندك؟ الجواب حيكون أن يجعلوا منها منارات علم وحاضنات وعي واحترام للتنوع وقبول الآخر ورفض الانغلاق. أما في الإعلام أن يجعلوه عين الأردنيين على الحقيقة وسلطة السؤال لمصلحة الوطن أولا ودائما. هون يا مس إنه جلالة الملك عم يعمل رسالته للجامعات، الجامعات إنه أول إشي بدها تكون منارات علم. هون يا مس في عنا صورة فنية حنتحدث عنها بعد قليل. في عنا هون إنه بده إياها تكون منارات علم، المنارة يا مس البناء المرتفع اللي في نهايته ضوء، فأنت إنه أنت يا الجامعة بده يكون في إنه أنت بدك تكون الضوء اللي بينير طريق هدول الشباب، وبدك بدك تحضنيهم بكل وعي بكل إدراك لمشاكل الشباب، لتفكيرهم، للعلم تبعهم. أيضا إنه إحنا بدنا نكون في عنا احترام للتنوع، بدنا نقبل الآخر بجميع حالاته، إحنا مش كلنا مثل بعض، وإنه إحنا ما بدنا نكون في عنا انطواء على الذات، إحنا بدنا نتفاعل مع بقية المجتمع ومع بقية المؤسسات، وما بدنا نكون بس بحالنا. الآن الإعلام يا سادس هون لازم يكون عيننا على الحقيقة، فإنه أكيد ما بدها يصير مثلا في عنا مثلا يكون في عنا حرب في مكان أو منطقة من المناطق وإنه إحنا الإعلام ما جايب لنا سيرتها، لأنه أنت بدك تكون توجد الحقيقة كما هي، لا بدنا فيها تجميل ولا بدنا فيها مجاملة ولا بدنا فيها إشي، إحنا بدنا نعرف الحقيقة عن طريق الإعلام، أنا ما بدي أعرفها عن طريق أي شخص تاني حتى ما نوصل لموضوع الإشاعات. الآن والمؤسسات سواء العامة اللي هي أوجدتها الحكومة مثل مثلا المستشفيات الحكومية، المدارس الحكومية، الشوارع، الحدائق العامة، هذا كله هي مؤسسات عامة أو المؤسسات الخاصة اللي هي ملك للأشخاص، إنه كلها بدها تكون يا مس قصص نجاح، قصص تميز، وإن شاء الله يا مس أنا بشوفكم كلكم متميزين مثل ما هي مدرستنا الحمد لله متميزة مع باقي المدارس. الآن القوات المسلحة الأردنية يا سادس، القوات المسلحة الأردنية يعني الله يعطيهم ألف عافية ويجزيهم الخير على التعب اللي عم بيتعبوه معنا، هم مش بس درع الوطن وحمايته، لا يا مس، ومش بس هم المحيط اللي يعني مش بس هم اللي بيحمونا يا مس، هم اشي اكبر من هيك، احنا من دونهم ما بنكون بلد الامان، احنا من دونهم ما وصلنا للي وصلنا له، احنا من دونهم ما كانت الاردن حاضنة لجميع البلدان الاخرى من اللي بيصير فيها الحروب اللي بتصير فيها الشعوب عم تيجي فيها على الاردن بسبب الامان والامن اللي فيه. طبعا الامان والامن هو من رب العالمين اولا، وثانيا بجهود قواتنا المسلحة الأردنية، طبعا الله يعطيهم ألف عافية. الآن هون عنا جلالة الملك عم بخاطبنا بأسلوب النداء، يا شباب الأردن الغالي. طبعا يا مس هون يعني حتى للتحبب، حتى يبين لنا أنه هو الأب الحنون الحامي لأولاده. الآن إنه إحنا نعلم إنه إحنا مستقبل الأردن مثل ما حكينا سابقا بين أيدينا، وإنه إحنا اللي بدنا نصنع هذا الوطن، وإنه إحنا مثل ما حكيت لك سابقا إنه الملك عبد الله الثاني اختارنا إنه إحنا نحمل المسؤولية حتى نبني ونحدث ونزهر في هذا الوطن إن شاء الله يا رب يا مس، وإنه الأردن وكل الأردن
من أطفالها وشبابها وكبارها، كلهم يامس بدهم يقوموا ويكونوا إخوة ويد بيد بدنا نقوم في إنه إعمار هذا الوطن وإزهاره إن شاء الله يا رب. الآن الفقرة الخامسة، الشباب هم أداة التغيير المؤثرة في مؤسسات المجتمع. الآن في عنا الصورة الفنية اللي حكيت لكم عنها، فلتجعلوا جامعاتنا منارات. الآن هون صور الجامعات بالمنارة المضيئة دلالة على الرفعة وإضاءة الطريق. أنا بدي نعرب كلمة فلتجعلوا، هون تجعلوا. الآن اللام هي لام الأمر، إعرابها بكون حرف جزم مبني على السكون. تجعلوا فعل مضارع مجزوم، علامة جزمه حذف النون، والواو ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. احنا حكيت لكم في بداية السنة عن الضمائر اللي بتتصل بالفعل بكون إعرابها فاعل. الآن بدنا ناخذ بعض الاستخراجات. الآن نعت، في عنا طبعا عدة كلمات بس أنا حكيت لك رايحين نختار كلمة واحدة. نعت، في عنا الباسلة، أسلوب نداء يا شباب، بدل مسؤولية. وقبل قليل احنا تحدثت فرجيتكم كيف احنا بعد اسم الإشارة إذا جاء اسم معرف بقل التعريف بده يكون إعرابه بدل. الآن مضاف إليه في عنا كلمة الوطن. طيب في عنا أيضا المنيع. طيب الآن يا سادس، إن شاء الله نكون إنه قد استفدنا من هذا الدرس ونربطه في الواقع اللي إحنا بنعيش فيه، ويكون عنا حب الوطن وحب الملك وحب الشعب. بتمنى منكم انه انتم تكونوا فهمتوا، واي سؤال حابين تسالوني اياه عاد تواصلوا معي وان شاء الله بكون عند حسن ظنكم. الان خلينا نحل الاسئله. صفحه 38 السؤال الاول طبعا هو انه اضف الى معجمك، وفي عنا عده معاني، في عنا جديرين والرهبة وعديم الاكتراث. طبعا يا سادس هذا كله أخذنا. الآن السؤال الثاني، ما معنى ما تحته خط فيما يأتي؟ ألف، فأنتم مطالبون بأن تكونوا على قدر هذه المسؤولية. قدر أخذناها قبل قليل، شو معناتها؟ مستوى. قدر معناتها مستوى. با، طبخت جدتي الطعام في قدر كبير. قدر هون يا مس معناتها إناء فخاري للطهي. طبعا سادس أنا هلا بعد هاي حيجيكم سلايد أنا حالة فيه الإجابات، إذا ما لحقتوا تكتبوا معي. السؤال الثالث، استخرج مني الفقرة الأولى ضد الكلمات الآتية: عام، خاص، سلبية، الإيجابية، مدخلاتها، مخرجاتها. السؤال الرابع، جاء في رسالة جلالة الملك: لتجعلوا إعلامنا عين الأردنيين على الحقيقة وسلطة السؤال لمصلحة الوطن أولا ودائما. ما معنى كلمة عين؟ عين هون إجت معناتها وسيلة. الآن ثم أبحث في المعجم عن معاني أخرى لها. أول معنى حيكون عضو الإبصار في الجسم. ثاني معنى عين الماء. ثالث معنى جاسوس. رابع معنى عضو مجلس الأعيان. طبعا عضو الإبصار في الجسم اللي هو العين يا مس، عين الماء اللي هو النبعة يا مس، هاي احنا بنحكي لها عين الماء، الجاسوس اللي هو اللي بتجسس على أخبار الآخرين، وأربع اللي هو عضو مجلس الأعيان. عضو مجلس الأعيان يا مس اللي هو النائب اللي بيضله أربع يعني على أربع دورات من النيابة بيضله هو يختاروه، بكون هذا اسمه يا مس
بعد 4 دورات بكون اسمه عين. الآن ننزل على الفهم والاستيعاب والتحليل. السؤال الأول، وضح التحديات التي يواجهها الشباب. طبعا التحديات يا سادس احنا حكينا عنهم وحتلاقوها في الفقرة الأولى. أول تحدي اللي هو انه القطاع الأوسع في المجتمع، ثاني تحدي انه من سيجن انه هو هذا الشباب انهم من سيجنوا عوائد العملية التنموية التي يمر بها الأردن اليوم. السؤال الثاني، بين الأمور التي يريدها جلالة الملك من شباب الأردن. الأمور التي يريدها الملك من شباب الأردن، إنهم يكونوا على قدر هذه المسؤولية، أن لا يكونوا مسلوبين الرأي أو عديمين الاكتراث بالتطورات المختلفة من حوله، أو عديم الوعي بالأفق الاقتصادي، أو متمنعا عن المبادرة والبذل والعطاء والعمل. السؤال الثالث، لماذا يستودع جلالة الملك الشباب مستقبل الأردن عندك؟ لأن شباب الأردن هم غدو الوطن وآفاقه الرحبة. السؤال الرابع، ما الآمال التي ينتظرها جلالة الملك من الشباب في الجامعات والإعلام عندك؟ يا حنلاقي الإجابة في الفقرة الخامسة. من الجامعات يا مس بده يكون انه يجعلوا منها منارات علم وحاضنات وعي، احترام للتنوع وقبول الآخر ورفض الانغلاق. أما في الإعلام أن يجعلوه عين الأردنيين على الحقيقة، وسلطة السؤال لمصلحة الوطن أولا ودائما. السؤال الخامس، ما المسؤولية التي يشير إليها جلالته في الفقرة الأخيرة؟ هي مسيرة البناء والتحديث والازدهار، بدها تكون هاي هي مسؤولية الوطن. الآن الإجابات هاي، بس أنا بدي أعدل فيها إجابة يا سادس، هون مش الفقرة الثانية، هون الفقرة الثالثة، هون يا مس الفقرة الثالثة. طبعا كتابة هون صعبة هلا. المهم هون يا سادس بدها تكون الفقرة الثالثة مش الفقرة الثانية. بتمنى انه يكون الدرس فهمتوه ان شاء الله. ان شاء الله يا سادس بلقاكم في دروس اخرى. بتمنى منكم تراجعوا جميع الدروس، تراجعوا القواعد. الدرس القادم حيكون عن انا واخواتها وكان واخواتها. بتمنى منكم تراجعوا القواعد اللي اخذناها والشرح اللي اعطيتكم اياه عن انا واخواتها وكان واخواتها، حتى لما اعطيكم الدرس عن مراجعة إنا وأخواتها وكان أخواتها يكون بالنسبة لكم الموضوع سهل. تابعوا يا سادس، تابعوا أول بأول، حلوا الملزمة، حلوا الأسئلة، وإن شاء الله نلقاكم على خير وسلامة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.